أهلا بكم. تفعيلا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشأن مشروع حتى الجديدة، نظمت مفوضية كشافة دبي تحت مظلة جمعية كشافة الإمارات تحدي الأنشطة المائية والمسير بين أحضان الطبيعة في مدينة حتى ضمن فعاليات المخيم الكشفي الصيفي الكشفية تكنولوجيا وابتكار، وبالتعاون مع كل من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والقيادة العامة للشرطة دبي مركز حتى وإسعاف دبي محطة حتى وشركة حتى كياك واستراحة مطلع الشمس وفريق نشام الإمارات التطوعي بمشاركة 150 كشاف يمثلون طلبة المدارس الحكومية في إمارة دبي في المرحلة العمرية من 10 وحتى 15 عاما بهدف تعزيز أهداف التنمية المستدامة في الحركة الكشفية والإسهام في رفع كفاءة الفتية والشباب والقادة من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والأنشطة التفاعلية.